الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتواصل دعم جيش مصر الأبيض من الأطباء، من الممرضين، من الصيادلة والعاملين في قطاع الرعاية الصحية من خلال إطلاق قوافل مختلفة. القوافل دي بتجوب عدد من المحافظات بعد طبعا حصولها على التصريح اللازمة من وزارة الداخلية، وبتقوم القوافل دي بأنها بتحفز المواطنين في مناطق إقامتهم وسكنهم، وبتشاركهم في توجيه الشكر والتحية، وبتقدم مواد ترفيهية في المناطق السكنية اللي بتزورها، ويمكن للمواطنين متابعتها من منازلهم. الأستاذ حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة قال إن بعض شركات المجموعة تساهم في تلك القوافل وتنظمها شركة تذكرتي، وهي خطوة بتأتي استكمالا لسياسات مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسي في الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض، والتي بدأت من خلال ما تقوم به القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة من توقف البث الخاص بها يوميا لمدة 45 ثانية في تمام 10:30 مساء لعرض فيديو قصير كتحية تقدير منها لجيش مصر الأبيض.